أزمة الوقود والبنزين، والتي كانت أحد الأسباب القاسمة لحكم الرئيس المعزول محمد مرسي في آخر أيامه على سدة الحكم، عادت لتظهر من جديد في القطر مرة أخرى في عدد من محافظات الجمهورية. قبل 30/6 بعد 30/6 الموضوع ما كانش رسميا بيجي ثلاث أربع ساعات عشان ففي محافظة المنيا اشتكى سائقو السيارات من نقص كميات الوقود من البنزين والسولار بالمحطات، وهو ما أدى لحالة من الارتباك في قطاع النقل، وبالتبعية زيادة في الشلل في الحركة المرورية. ليس المرور فحسب، ففي محافظة كفر الشيخ كان قطاع الصيد والزراعة الأكثر تأثرا بالأزمة، كما شهدت محطات الوقود زحاما تسبب في حدوث مشادات بين أصحاب المركبات حول أسبقية الحصول على الوقود. لو في نظام هتلاقي مثلا السواق يتخطى السواق اللي قدامه وياخد دور غيره، او مثلا بص داخل البنزين عكس، وعشان يخش عكس فبيعطل المحطه على الاقل نص ساعه او ساعه. واما عن محافظه الوادي الجديد فبدات حاله من الاستياء تسودها بسبب النقص الحاد للسولار وانعكاسها على القطاعات المختلفه واهمهم قطاع النقل. تفاقم أزمة البنزين والسولار في المنيا وكفر الشيخ والوادي الجديد وعدد من المحافظات مؤشر على أن أبسط ما أرق المصريون على مدار عام مضى لم تأخذ الحكومة فيه خطوات جادة لتحقيق ما أراده الشعب من متطلبات.